تواصل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في العديد من المناطق المحررة بسوريا. صورة عن هذه الاحتفالات ينقلها لنا مباشرة من مخيم بزاعة شمال حلب مراسلنا زميل يمان السيد. أهلا بك يمان، طبعا انقل لنا أكثر تفاصيل عن صورة هذه الاحتفالات في من عندك طبعا، والصورة توضح من ورائك العديد من الأهالي والأطفال والمدنيين. يمان هل تسمعني؟ نعم أسمعك هاجر، لكن لم أسمع السؤال، ولكن يمكن أن ألخص لك ما يحدث اليوم في ثالث أيام العيد تحديدا في مخيم بزاعة. طبعا كما كان من المتوقع أن يكون هنالك فعاليات بشكل كبير خلال هذا اليوم منذ ساعات الصباح الباكر، وهنالك طبعا المجالس المحلية أيضا فرق تطوعية تعمل منذ صباح هذا اليوم على تنظيم الاحتفاليات وأيضا توزيع الهدايا على الأطفال. طبعا نحن الآن في أحد المخيمات في مدينة بزاعة، وهو مخيم للمهجرين إن كان من مهجري الغوطة الشرقية أو حتى في دير الزور، موجودون نحن الآن في هذه الاحتفالية. طبعا لمزيد من التفاصيل معي هنا بيان ريحان، طبعا وهي من أحد منظمين هذا الحفل. كل عام وأنت بخير أنسة بيان. وأنت بخير يا رب. شو بتحكي لنا اليوم عن الحفل اللي منظمينه اليوم بمخيم بزاعة؟ طبعا الحفل هو احنا مجموعه شباب الغوطه التطوعي، كنا اساسا عم نشتغل بالغوطه اعمال تطوعيه. كانت الفكره انه احنا بدنا نعمل شيء لاطفال المخيمات اللي تهجروا خلال شهرين. جينا على مخيم بزاعة، جمعنا حالنا كمتطوعين، كان في انه موضوع في حفل انشعاتي مع فرقه صيحه الحريه اللي كانت تتعلق بالغوطه الشرقيه بشكل دائم، مع مجموعه العاب دعم نفسي للاطفال وتوزيع هدايا، اضافه رح يكون في حقائب مدرسيه من اجل انه ربط الطلاب اللي لهم اربع اشهر تقريبا بالغوطه بعاد عن موضوع التعليم مشان نرجع موضوع التعليم. طبعا في مهجرين بمخيم بزاعة من مناطق اخرى مثل مناطق دير الزور، هربوا من داعش، مهجرين الغوطه الشرقيه، مهجرين من حمص. عملنا احتفاليه تقريبا، وهلا مثل ما شايف توزيع الهدايا. طيب قديش ممكن مثل هيك احتفاليات ممكن تدخل السرور والفرحه على قلوب الاطفال وتطالعهم ايضا من الجو اللي كانوا عايشين فيه؟ هلا اول شيء نحن خليني اقول الاطفال الغوطه الشرقيه لهم تقريبا حوالي شهرين ونصف بالاقبيه، عانوا من ضغط كثير رهيب، ضغط نفسي، والمساحات الواسعه عندهم كانت بتشكل مثل فوبيا صارت يعني فتح. فلما جينا على المخيم بلشنا نطالعهم، طبعا احنا كان لنا نشاط سابق، بلشنا نكسر هذا انه هو صار الهواء الطلق وانه في اذان يمشي اذان يلعب. فالاطفال فعلا هلا انا هذول نفس الاطفال اللي بعرفهم من الغوطه كانوا معنا بمراكز الاقراء التعليميه، فكانوا شعله نشاط وعم يشتغلوا هيك. هلا مجرد ما الطفل عم نقول له زقف مثلا، ارفع ايدك، اعمل هيك، في حاله خمول عنده، في حاله انه لسه ما طلع من جو الحرب اللي كان عايشه، وما طلع لسه انه يعني ما قدران انه يتملك ادواته بشكل كامل. تمام. طيب في خطط عم تقوموا فيها ان كان اليوم او مستقبلا لحتى تطلعوا من هي الحاله؟ تمام. هلا خليني اقول احنا بلشنا بالنشاط التطوعي كافراد موجودين عم نشتغل تطوع، لكن هلا احنا عم نحاول نتواصل مع المنظمات مش دائمه لاطفال المخيمات، لانه فعلا في حاله كثير مهمه عند الطفل صارت لازم احنا نشتغل عليها لما تتفاقم مع الحاله النفسيه، وخاصه انه هو تغير عليه جو بشكل كامل، فقد مدينته، فقد بيته، وهلا تحول الطفل عايش بخيمه. يعني هلا انا في طفل لفت نظري بكلمه لما عم نحكي على فرحان بالعيد، قال مالي فرحان بالعيد لاني مالي بدومه. يعني هي الفكره كثير مهمه. طيب شكرا لك. طبعا هاجر كما سمعنا هنالك احتفال اليوم وأيضا احتفال بعد قليل في مخيمات أخرى. شكرا لك يا ماني سيد مراسل أورينت نيوز، مباشرة كنت معي من مخيم بزاعة شمال حلب.